وإيه اللي حصل في سموحة الفترة اللي فاتت، وتقييم إدارة سموحة للفترة اللي فاتت و6 جولات اللي اتلعبوا حتى الآن من دوري نايل مع الكابتن أحمد سامي. سموحة في المركز ال12 برصيد 8 نقاط حتى الآن. الجميل في بطولة الدوري حتى الآن إن الدنيا كلها قريبة، يعني تخيلوا حضراتكم إن الفرق ما بين ال13 اللي هو سيراميكا كليوباترا اللي عنده 7 نقاط وما بين طلائع الجيش اللي في المركز السابع، يعني فرق 6 مراكز ماتش واحد بس، وامبي اللي في المركز السادس عنده برضو 10 نقاط، فرق بينه وبين سيراميكا اللي عنده 7 نقاط 3 نقاط بس. يعني انت ممكن بماتش واحد تكسبه واللي فوقيك لا يوفق يتعادل يخسر، انت بتتكلم ممكن تطلع 6 7 مراكز عادي جدا في جدول الترتيب. الفرق بين الاول اللي هو النادي الاهلي عنده 13 نقطة لغاية ال13 اللي هو سيراميكا بتتكلم في قد ايه؟ بتتكلم في 6 نقاط بس. يعني سيراميكا عنده 7 والاهلي عنده 13، فانت بتتكلم في فرق 6 نقاط فقط لا غير. رجع لنا مرة تانية المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة. فرج بيه، مساء الورد على حضرتك. أهلا أهلا بالسيادة. أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك، شكرا. رأي حضرتك في سموحة خلال الفترة اللي فاتت وأدائه خلال ال6 جولات اللي ابتديناها في الدوري؟ والله بص، إحنا أدائنا ما يعبرش عن الفرقة، لكن هو سموحة هي فرقة يعني كويسة ومتميزة وفي عناصر كتير مميزة، وتوقع ان اللي جاي افضل هيكون بكتير. طبعا احنا في عناصر كتيره دخلت فكان ينقصنا التجانس، زائد ان في بعض الماتشات احنا ادينا كويس قوي، يعني مباراه ضد طبعا احنا لعبنا ب10 افراد واحنا تعادلنا، كنا الاقرب للمكسب وضيعنا فرص، وزد فرقه ممتازه الاتحاد السكندري، الاتحاد هزم سموحه بجول لكن احنا ضيعنا حوالي 8 اهداف في المباراه. اللي انا ما عجبتنيش هي مباراه الزمالك، بسبب ان احنا من وجهه نظري لعبنا بطريقه خطا قدام الزمالك ولعبنا جيم مفتوح. فطبعا ما ينفعش قدام الاهلي او الزمالك، طبعا دي في لعيبه كتير عن الفرقتين دول، فيهم لعيبه طبعا فيهم مهارات عاليه وعندهم خبرات كبيره جدا وعندهم طبعا جماهير بتساندهم بشكل كبير، فطبعا اللعب المفتوح قدامهم بتتحمل خطورته. لكن في نفس الوقت احنا ضيعنا 5 اهداف او 6 اهداف من حسام حسن لوحده ضيع 5 اهداف منهم 3 جوه منطقه ال6 يارد. لكن المباراه دي احنا سموحه ما اداش بالطريقه اللي هو كان بيأدي بيها الماتشات الثانيه. فرج بيه، هل دي وجهه نظري؟ هل وجهه نظر تحترم جدا. هل عند حضرتك او عند مجلس الاداره اي نيه لوجود اي تعديلات في الجهاز الفني في الفتره القادمه؟ لا 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 لا، احنا عندنا ثقه في الكابتن احمد سامي، والكابتن احمد سامي يعني كل نجاحاته الكبيره كانت مع نادي سموحه، واحنا عندنا ثقه فيه، واستقرار الجهاز الفني ده جزء مهم قوي 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 من تحسين اداء الفريق. نادي سموحه بيرتبط بعلاقات وطيده وايجابيه وجيده جدا مع كل انديه الدوري وتحديدا النادي الاهلي. سمعنا خلال الفترات اللي فاتت ان في بعض الكلام ما بين حضرتك وما بين كابتن محمود الخطيب ان ممكن يكون في استعانه ببعض اللاعبين من النادي الاهلي في انتقالات يناير، زي مثلا صلاح محسن، فهل الكلام ده مظبوط ودقيق؟ زي مين؟ زي صلاح محسن. لا، ما فيش اي حاجه من دي خالص على الاطلاق. على الاطلاق الكلام ده غير صحيح. طبعا طبعا نرتبط بعلاقه طيبه مع الاهلي، بس احنا برضه بنرتبط بعلاقه طيبه مع الزمالك. طبعا أول طبعا هنينا الزمالك، ولما الزمالك كسب بيراميدز طبعا انا هنيتهم، وهنيتهم باختيار معتمد جمال، وقلت دي خطوه جميله قوي ان يدوا للشباب فرصه، ودي فكره رائعه، وده مدير فني جديد مميز، وحاجه جميله ان احنا نوسع الدايره دي. فاحنا طبعا كل المناسبات، واحنا اتعاملنا مع الزمالك وعندنا لاعب اعاره من الزمالك، فاحنا علاقتنا طيبه جدا بالاهلي وبالزمالك وكل انديه مصر وفيوتشر وكل حاجه. هل والشرف لنا هذا الكلام؟ طبعا. وهو المفروض تكون العلاقه بين الانديه المصريه كده. صحيح. هل كريستو برضو ممكن يكون اسم من الاسماء المطروحه؟ لا، احنا دلوقتي العلم حضرتك ما حصلش اي اتصال، ما حصلش اي كلام على اي لاعبين في الفتره دي خالص، احنا مش هنسبق الاحداث. احنا بنخلي كل حاجه في وقتها، لكن حقيقي ما فيش اي اتصال مع الاهلي او الزمالك او اي نادي ان احنا ناخد اي حد اعار خالص. لذلك ان احنا نستغنى عن اي حد برضه في الفتره دي، لا مفيش حاجه. لكن لما يجي يناير يخلق ما لا تعلمه، عشان اكون برضه صادق مع السياسه، لكن ما عندناش في خطتنا اي حد.
عايز اعرف راي حضرتك يا باشمهندس فرج في اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، راي حضرتك فيهم ايه؟ وهل بتشوف ان احنا عندنا مش مثلا كلهم على قد، مش كلهم على مستوى كويس. لا مش كلهم للاسف على مستوى كويس، في تفاوت كبير في المستويات. مين اللي بيعجب حضرتك؟ والله اللي بيعجبني الهدافين، في اللعيب الصغير بتاع المحله ده بيعجبني جدا، وفي طبعا ما حدش يقدر يتكلم على الهداف بتاع نادي الاتحاد السكندري طبعا لاعب ممتاز، وفي برضه اللاعب المغربي اللي هو بيلعب دلوقتي اللي هو بيلعب مع مع الجونه، اللي كان بيلعب في الزمالك وراح اظن السيراميك، احمد بالحاج طبعا راجل جونه مميز، واحنا كمان عندنا حدوده مميز جدا جدا جدا، لعيب كويس على فكره جدا جدا يا باشمهندس. فخدت بساتك عندنا، وفي كمان اللي احنا بعناه لسيراميكا كليوباترا اللي هو ده برضو لاعب نيجيري الصغير، ده لاعب هايل هايل يعني، واخد بساتك. ايوه ففي بعض اللاعبين كويسين قوي، في لعيبه ما تستحقش انها تكون موجوده في الدوري المصري. زي مين يفرق بيه مثلا؟ مش عارف الاسماء يعني، طبعا اصل اللعيب اللي مش كويس ده انت ما بتبقاش حتى عايز تفتكر اسمه. ايوه لكن انا مبسوط من بابالولو ده، ولا مبلولو حد ممتاز طبعا، هداف مميز جدا، ولاعب المحله ده هداف مميز، وبالحاج ده راجل لاعب، وبرده هو سيراميك. كان قصدي حكى على صديق اجولا اعتقد، بيراميدز كمان، بيراميدز بيراميدز عنده كارتي وعنده ممتاز. ايوه طبعا ما اقدرش اقول، هي الحقيقه كده. الاهلي طبعا في ديانج ممتاز جدا طبعا، في طبعا لاعبين كويسين، مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. برأي حضرتك ايه في سامسون ومودست؟ ما يعجبونيش لا ده ولا ده. وكان سامسونج الجون اللي جابه ده يعني عبر عن نفسه بطريقه كويسه، لكن انا شايف مودست يعني اتمنى طبعا ان الكلام ده يطلع غلط، حركته بطيئه يعني، خدت مساحه، هو جاب جون حلو بس برضه حركته بطيئه، بس ضيع جونين في الشوط الثاني يعني، زاحم فيهم لاعب الاهلي اللي نزل كريم ده، زحمه، لو ما كانش زحمه كان كريم جاب اجوان. ايوه الاهداف. فانا طبعا يعني طبعا، لكن دي وجهه نظري، يا ربنا الايام الجايه يا رب يطلع يخيب نظرنا ويطلع كويس. وسامسونج انا طبعا كانت عندي صوره وحشه جدا عنده، هو نزل جاب جون حسنه ولعب لعبه كويسه جدا، اتمنى ان يستمر. اتمنى هل لو دخلوا مثلا هما الاثنين، بنفترض افتراض في انتقالات يناير، لو سامسون او مودست ده حد فيهم اتعرض على سموحه انه يخش في صفقه تبادليه، ممكن حضرتك توافق؟ لا 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 مش مقبول بالنسبه لحضرتك. لا باشمهندس فرج، اولا ما نقدرش ندفع فلوسهم، ثانيا لا، في لعيبه في الدوري المصري مستوياتهم احسن. ايوه باشمهندس فرج، دي وجهه نظري برضو، وجهه نظري الخاصه، وجهه نظر تحترم باشمهندس فرج. حضرتك شرفتنا ونورتنا، وكل الشكر لحضرتك وكل التوفيق يا رب لسموحه الفتره اللي جايه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا باشمهندس فرج عامر، رئيس مجلس اداره نادي سموحه.